على غرار مكاتب النظافة بالبلديات وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ها هي شركة المياه والصرف الصحي تستنفر أطقمها العاملة لمواجهة جائحة كورونا عبر توفير الإمكانيات اللازمة والتعقيم والتنظيف بمواد أكثر فعالية في مكافحة الفيروسات. انطلاق بإذن الله اليوم حملة تعقيم وتطهير شوارع مدينة شوارع وأحياء ومناطق مدينة طرابلس وباقي مدن ليبيا بالكامل بإذن الله، بالتنسيق مع إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامية والصرف الصحي، وهي الحملة الأولى التي تقوم بها الشركة العامية والصرف الصحي اللي هي أعمال لتعقيم وتطهير مدينة طرابلس الحبيبة. إن شاء الله ربي يحفظ أهلنا وناسنا وليبيا بالكامل يا رب العالمين. طبعا الحملة تم إعداد صهاريج اللي هي خاصة بالشركة العامية والصرف الصحي، تجهيزها بتعقيم ومواد تطهير وتوزيعها على البلديات المناطق، طبعا كل الشكر والتقدير كذلك للسادة عمداء البلديات للتعاون معنا بخصوص. مكتب الخدمات الوقائية التابع لشركة الخدمات العامة شارك الشركة في هذه الحملة، إذ أوكل إليه الدخول إلى الأزقة والشوارع الجانبية برشها بالمواد الفعالة من خلال المسارات المحددة لهم. نقوم هذه الأيامات نتيجة جائحة فيروس كورونا ببخ المطهرات فصل أحياء طرابلس المركز، بلدية طرابلس المركز. طبعا طريقة الرش بتاعنا متمثلة على التقسيم الإداري للمحلات، كل مرة نمشي لمحلة، مثل اليوم أعمالنا بتكاتف الجهود مؤسسات الدولة لرش المطهرات مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي. جهود واضحة أفرزتها هذه الأزمة، إذ أظهرت وعيا ومشاركة من الجميع على أمل أن تجتنب البلاد الآثار السلبية قدر الإمكان. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس.